البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. حندير معكم هاد العشيه البنات باش نشربوا قهوه الله الله في البروده مع العشيه. حندير معكم بسبوسه خفيفه مشربه ناجحه 100% على ضمانتي. كي تكونوا تاكلوها تقول راكو تاكلوا في فيها بنت خبز الباي، فيها بنت القلب اللوز. الحاصل هي وصفة ناجحة 100% وجبت لكم مقادير مضبوطة بدون نقصان ولا زيادة. نبدأ على بركة الله واش نحتاجه. بون حندير انايا سنيوة كبيرة، هذه هي السنيوة اللي حندير فيها، دائرية كبيرة. تقدروا تنقصوا المقادير، تقدروا تزيدوا المقادير، ثاني تقدروا تخدموها كمشروع مربح للمقاهي للمناسبات تاعكم، تجوزوها في بلاصة البقلاوة في بلاصة المقروط مع اللاتاي. نقدروا نديروهم في هاد الليمول تاع الطمينة، مشروع مربح هدايا نقدروا نبيعوها حتى المقاهي. نبداو على بركة الله. نحتاجوا البنات 4 حبات بيض، نحتاجوا كاس ونص سكر، كاس ونص سكر عادي كيلت بهذا الكاس، نحتاج كاس زيت، نحتاج زوج كيسان ونص حليب بارد ماشي مغلي، زوج كيسان ونص حليب، مبشور البرتقال او مبشور القارص. نحتاج زوج خمار فنوارة 20 ميلي غرام. نحتاج البنات زوج كيسان ونص دقيق متوسط، زوج كيسان ونص دقيق متوسط. البسبوسه اللي حنديرها لكم ما فيهاش الفرينه، ما نديروهاش بدقيق رطب، ما نديروهاش بدقيق خشن، نديروها بدقيق متوسط. نبداو على بركه الله. حاجه الاولى البنات، نديروا البيض، نديروا السكر، نديروا مبشور برتقال او مبشور الليمون، معروف البسبوسه مبشور البرتقال او الليمون. نبداو نطلعوا بالباتر، وصفة خفيفة ظريفة. وميم طون البنات باش نقول لكم قبل ما نبداو نضربوا البيض، نديروا الكوشات سخون، نضيفوا الزيت، ديروها كامل، الزيت تخلط شوية، الحليب الكمية كامل. أنا خليت كامل المقادير البنات. دوكا نضيفو الدقيق، زوج كيسان ونص دقيق بالصف، نزيدو لا ليفور، جامي نحلو لا ليفور كي نكونو نحضرو المقادير، يدخلها الهواء فوالا. ونبداو بسرعة خفيفة، نبداو نضربو الدقيق مع البنات، وكنجي بسرعة نحبسو الباتور تاعنا. الخليط تاعنا راه واجد، هي نورمالمون البنات حنديرها كامل في السنيوه، مي حبيت نوري لكم برك، حبيت نوري لكم برك كي نواسو في هاد الليمون الفرديه. دائما البسبوسه لي كاب كيك عفايس هكا ديما نديرو نص تاع الليمون باسكو مع لا ليفور تنفخ. فوالا شوفوا البنات هادو مال المناسبات نحطوهم على وريت لكم برك. وباقي الكميه، باقي الكمية نفرغوها في سنيوة بلا ما ندهنوها بلا والو. شوفوا البنات نديرو كامل الكمية، أو ميم طون الكوشات تاعنا راهي تسخن، ندخلوها البسبوسة كيما لي كاب كيك ولا جينواز، ندخلوها نار قليلة كي نشوفوا الاطراف تنفخت ونشوفوا الاطراف حمار ونشعلوا من الفوق. او ميم طون البنات تاني طيبت الشربات، ما حبيتش نطول معكم الفيديو تاع درت زوج كيسان سكر 4 كيسان ماء
تغلي 10 دقائق من بعد الغليان، ونديروا لها برتقارس ونخلوها تبرد. شوفوا المشكل تاع الشربات ديما تدبغ الكاسرونات. فوالا نخلوها تبرد. لازم كي طيب البسبوسه تكون سخونه والشربات تكون بارده. شوفوا كاش راهي ثقيله. فوالا اي حمارك من تحت البنات في الكوتي دوك نطفو لها، نشعلو من الفوق. اي طابت البسبوسه تاعنا، شوفوا كاش تزايد الحجم تاعها، شوفوا كاش راهي نفخه دوكا هكا سخونه. نشربوها شوفوا البنات حتى تغطى، ميم تتغطى معليش. كملوا شوفوا 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 الشربات. فوالا نخلو كميه قليله لهذوك ليكور لي انديفيديال لي خليتهم. فوالا نفرغتها في الكاس، نكمل الشربات تاعي. البسبوسه كي نشربوها نخلوها تبرد، ماشي مباشره ناكلوها، واحد ساعه ونص حتى تشرب كامل هذيك الشربات. البسبوسه كل وحده والديكور تاعها على حسب الامكانيات، على حسب واش عندنا في البيت. كاين اللي يديروها باللوزي فيلي، كاوكاو فيلي، كاين اللي يديروها بنوات كوكو عفوا، كاين فانيس هالو شوكولا. هذه هي، انا حندير لها جوست ديكا هكا بنوات كوكو في الوسط، جوست ديكا فوالا، ونديرها تور لو تور بالميسال شوكولا. ولك الاختيار سيداتي في الديكور. شوفوا شحال حتى شباب. انا ولادي يحبوها هكا بالمثال وشوكولا. تقدروا ديروها برشام اون بلاستيك تانيك. نتلاقاو في طبق التقديم. هذه هي البسبوسه تاعنا، هي طابت. شوفوا الفرديه كيفاش جات. شوفوا البنات هذوما المناسبات، وشوفوا كاش مبسه طريه. بعد ما شربت نقسم معكم. بسم الله تقسميها كيما تحبي. مربعات ولا مقروطات. تاعنا كاش جات، نحطوها في لاسيت. فوالا شوفوا كاش جات مشربه. شوفوا العلو تاعها كاش نفخت. معاكم البنات شوفوا كاش جات خفيفه. فوالا ريحة البرتقال فيها ما شاء الله. هذه هي وصفة البسبوسة تاعنا البنات، ان شاء الله تبعتوا الخطوات وتنجحوا فيها. تقدروا ديروها مع المشروبات، تقدروا ديروها مع اللاتاي باسكو مشربة بزاف. شوفوا مشربة حتى لقلبها حتى لداخل. بيان سيغ ديروا ابوني ولا لايك القناة ديالكم، وبكم استمر. سلام البنات وصحة قهوتكم.